بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أشكركم جزيل الشكر على قبول هذه المداخلة. المداخلة بعنوان علم الكلام الجديد وتجديد الخطاب الديني، دراسة في المنهج علم الدلالة ونموذجا. في الحقيقة حاولت في هذا البحث أو هذه هي المداخلة طرح معالجة إشكالية رئيسة، وهي الوقوف على أهم المناهج التي تم استغلالها وتوظيفها في المجال الديني الكلامي لغرض تجديده وفقا لمتطلبات واهتمامات المسلم المعاصر. وهذا المنهج هو علم الدلالة أو السيمانتيكا، وتتضمن هذه الورقة المحاور التالية أو المحاور الآتية. أولا، المحور الأول بعنوان الفروق المفاهيمية بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. المحور الثاني بعنوان الحاجة إلى تجديد علم الكلام، الأسباب والدواعي. والمحور الثالث بعنوان إعادة اكتشاف الفهم اللغوي المعنوي للنص القرآني باستخدام عدة مناهج حديثة. من أهم هذه المناهج منهج قديم حديث، وهو علم الدلالة أو السيمانتيكا. ورابعا، وتتضمن المحور الرابع يتضمن الخاتمة وأهم النتائج، وسأحاول أن أشرح كل محور على حدة بإيجاز. أولا، المحور الأول، ما المقصود بعلم الكلام القديم؟ علم الكلام القديم هو علم مستحدث فرضته مقتضيات فكرية وظروف سياسية على الساحة الإسلامية في القرون الأولى من الخلافة الإسلامية، وله عدة تعريفات من قبل العلماء، لكنها تقريبا تتفق على أنه علم موضوعه هو البحث في العقيدة الإسلامية وكيفية إثباتها، ويستعمل في ذلك العقل أو النقل مع اختلاف في تحديد أولوية أيهما على الآخر. وقد جاء نتيجة أسباب كثيرة، من أهمها الخلاف حول الإمامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها تتفق هذه التعريفات كلها تقريبا على معنى واحد، وهو الدفاع عن العقيدة الإسلامية والرد على المنحرفين والمبتدعة ونصرة الدين الإسلامي والرد على خصومه ودحض شبهاتهم. أما بالنسبة علم الكلام الجديد فلم أجد له تعريف واضح أو تعريف جامع مانع كما يقول المناطق، أي أن هناك خلاف حول وضع تعريف محدد وواضح له. فهناك من يعتقد أن علم الكلام الجديد هو علم جاء كامتداد لعلم الكلام القديم، والتجديد فقط هو في بعض المسائل المستحدثة في عصرنا المعاصر فقط. وهناك من يرى بأنه علم يراد به التجديد في كل هندسته المعرفية من منهج وموضوع والأسس والمنطلقات إلى آخره. هذا بالنسبة للفرق بين علم الكلام القديم وعلم الجديد، وخصيت بالذكر هنا المعنى، أو اقتصرت هنا عفوا تبيان الفرق بين الكلام الجديد والقديم من حيث المفهوم فقط والتعريف. بالنسبة للمحور الثاني هو بعنوان علم الكلام الجديد، الأسباب والدواعي، بمعنى ما الأسباب الملحة التي دعت إلى حاجة وإلى وجود حاجة لإعادة النظر في علم الكلام وتجديده. الأسباب كثيرة جدا، ولكن يمكن اختصارها في النقائص والسلبيات التي يعانيها علم الكلام القديم وضعف المنهجيات الفكرية والدينية القديمة، إضافة لظهور مسائل جديدة فدعم الكلام القديم عجز عن تقديم إجابة وحل لها وعن الوفاء بالمتطلبات العقدية لمسلم اليوم، والاتهامات العديدة التي توجه وتنسب للدين، والحاجة إلى وجود الدين، واتهام بأنه سبب الإرهاب والحروب التي يعانيها الإنسان، وكذلك زيادة معدل الإلحاد أو انتشار الإلحاد في وقتنا المعاصر.
كل تلك الأسباب والنقائص أدت إلى دعوة ملحة من قبل المختصين في الشأن الديني إلى إعادة النظر في المسائل الكلامية وتجديدها والدفاع من جديد عن وجود الدين في حد ذاته وطرحه عن كلام جديد يستجيب لتحديات العصر وحاجيات المسلمين الثقافية. هذا بالنسبة للمحور الثاني. المحور الثالث بعنوان كما سبق وأن ذكرت إعادة تجديد الفهم اللغوي والمنطقي عفوا والمعنوي للنص القرآني باستخدام عدة مناهج حديثة من بين هذه المناهج السيمانتيكية. أولا ما المقصود أو علم الدلالة؟ أولا ما المقصود بعلم الدلالة؟ هو فرع من اللسانيات يكون موضوع دراسة المعنى في اللغة، واللغة هي الموضوع الرئيس لدراسة ظواهر الدلالة. والدلالة كاختصاص علمي نشأ ضمن اللسانيات موضوع ومنهج ومفاهيم، وبدايته أو بدايته التاريخية أو نشأة الاختصاص كانت في أواخر القرن التاسع عشر من القرن العشرين عند بريل، ويقصد به تخليص المعنى من خلفيته من خلفيته الفلسفية والثقافية وتحديده ضمن دراسة علمية. ويهتم علم الدلالة بأنواع المعنى، وهي المعنى الحقيقي والمعنى السياقي والمعنى المجازي والمعنى التداولي والذي يقصده المتكلم. وعلم الدلالة أنواع: علم الدلالة التاريخي الذي يدرس تغير المعنى من عصر لعصر، علم الدلالة الوصفي الذي يدرس المعنى في مرحلة معينة من مراحل تاريخ اللغة، وإضافة إلى أن للعرب القدامى بدورهم إسهامات في فكر تداولي وفك لغز المعنى عبر تأسيس أطروحات ونظريات ورؤى قد سبقت النظريات المعاصرة بقرون. فقد تحدث الجاحظ عن مسألة اللفظ والمعنى والخط والإشارة والعلامة اللسانية، وكذلك نجد الأصوليين الذين تعمقوا في فهم الخطاب القرآني عبر فهم دلالته وتوسعهم في تقسيماته. كما حاولت في هذا المحور توضيح أن الاشتغال على الجانب دلالة النص القرآن نصا ولفظا وجملة كان موجودا عند العلماء القدامى العرب القدامى كالفقهاء وعلماء أصول الفقه وعلماء اللغة إلى آخره، قصد تفسير واستنباط الأحكام من النصوص القرآنية. ومع بروز الثورة المنهجية الحديثة وتطور المناهج اللغوية، أراد علماء الكلام الجديد توظيف مناهج عديدة لإثراء التفسيرات، وكذلك تجنب التفسير الأحادي جنب النص القرآني. ذلك أن التنوع وتعدد المسائل الدينية استلزم أيضا التنوع في استخدام مناهج جديدة، وربما أحيانا التنوع في استخدام مناهج عديدة متنوع حتى على مستوى المسألة الواحدة، لأننا وجدنا أن علم الدلالة أصلا لم يأخذ حظه بما يكفي من الاهتمام بالدراسات الكلامية، وغيابه أو إهماله في المجال الكلامي أدى إلى إشكالات كلامية كثيرة. ذلك أن الصراعات المذهبية الكلامية سببها بالدرجة الأولى اختلافهم في تفسير معاني ودلالات الألفاظ وتأويلاتها المختلفة. هذا بالنسبة للمحور الثالث. بالنسبة للخاتمة، أهم النتائج: توصل هذا البحث المتواضع إلى نتائج أساسية ونتائج كثيرة، أهمها أن مفهوم علم الكلام الجديد يعتري كثير من الضبابية والغموض، وذلك الغموض معنى التجديد في حد ذاته. كذلك لا يمكن تجديد الفكر الديني من دون تجديد علم الكلام، وذلك بإعادة النظر في البنية التحتية العميقة للنصوص القرآنية وإنتاج قراءة مواكبة للعصر. ظهور شبهات جديدة ومسائل مستجدة في المواضيع الدينية استلزم أو تطلب مناهج جديدة. كذلك هناك لاحظت أن هناك شح كبير في الدراسات الكلامية سواء داخل العلم أو الخارجي، لذلك وجب الاهتمام بهذا الجانب الدلالي المنهجي. هذا باختصار شديد مضمون المداخلة. أشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.